نهني الاستاذ محمد فاروق والد بطلتنا جيانا فاروق. يا فندم مليون مبروك. انت يعني بنت حضرتك مش فرحت حضرتك ووالدتها بس واهلها يعني الاسره الصغيره دي، فرحت البلد كلها بالمعنى الحرفي، شيء مشرف. مبروك لحضرتك يا فندم. الله يبارك فيك وفي النادي الاهلي، وربنا يتمم فرحتنا كلنا، وده مجهود سنين طويله جدا جدا طبعا. أكيد. من الدعم للنادي الاهلي، سواء من الدكتور مراد عاصم ولا الدكتور محمد حسن ولا المدربين بتوع، فالف مبروك علينا كلنا. يعني المدينه دي مش بتاعت جيجي بس، بتاعت كل اعضاء النادي الاهلي. كنا بنتكلم من شويه استاذ محمد، وحتى ذكرها السيد رئيس الجمهوريه شخصيا على دور الاب والام في حياه وفي تنشئه الابطال، فاكيد الصعوبات دي برضو يعني مرت عليكم كتير يعني خلال السنين اللي فاتت. لو تختصر لنا كده رحله بطوله جيانا، يعني من اول ما كانت طفله صغيره لغايه ما وصلت للمرحله المشرفه اللي كلنا بنحتفل معاكم بيها دي، يعني لو قلناها في صوره كام عنوان كده، ايه العناوين اللي تقولها؟ والله هو احساس ما توصفش طبعا، يعني ما اقدرش اقول لك انا فرحان قد ايه. ان الحمد لله يعني، واللي يتكلم على تاريخ اكتر دكتور محمد حسن موجود معاكم، تحياتي ليه طبعا. بيسلم على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا محمد بيه. بتلعب يعني النهارده 20 سنه تقريبا او هي 6 سنين كمان. مراحل كتيره جدا من التعب والاصابات والعلاج والضغط النفسي والضغط العصبي، والحمد لله الحمد لله الحمد لله ما فيش بطوله قاريه او عالميه جيجي ما دخلتش ما جابتش الذهب. ما شاء الله. معلش البطوله ديت طبعا كانت انا وجهه نظر اب يعني كانت تستاهل الذهب. انما ما مش هنتكلم بقى في التحكيم واللي عمله يعني، لكن الحمد لله ما فيش بطوله دخلتها جيانا على مدار ال 20 سنه الا وجابت الذهب، سواء تضامن اسلامي، بطوله العالم حوالي 6 مرات او 7 مرات ذهب، بطوله بحر ابيض متوسط مرتين ذهب برضه. ما شاء الله. يعني الحمد لله الحمد لله للمجهود من يعني بفضل من الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت طبعا اداره النادي الاهلي يعني ما اقدرش طبعا يعني ده كان دعم معنوي وفني غير طبيعي يعني. احنا متفقين مع حضرتك طبعا في البدايه، بصبح عليك يا استاذ محمد الف الف مبروك، وكل مصر فرحانه، مش بس اهلاويه، مش بس الاهل، مش بس اسره جيانا، كلنا كمصريين فرحانين. وحضرتك تحدثت ان يعني احنا مش هنركز دلوقتي، بس هي فعلا جيانا كانت تستحق يعني الذهبيه، ولكن ان شاء الله في فرصه اخرى تشرفنا زي ما هي شرفتنا. خليني اروح مع حضرتك شويه للعيله، لان احنا عارفين ان انتوا عيله اصلا فيها ابطال، يعني جيانا مش اول عضو او بطل في هذه الأسرة، فخلينا نتعرف أكثر على أسرة جيانا. تفضل يا أستاذ محمد. والله هو أسرة جيانا مكونة من الأم البطلة صاحبة هذا الإنجاز الحقيقي يعني بأمانة. يعني أنا كنت برضه مشغول في شغل كتير قوي، بس الأم البطلة هي اللي وقفت، وهي اللي سندت، وهي اللي راحت، وهي اللي تعبت قوي 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 معاها. الأستاذة إلهام عبد الكريم مخرجة بالتلفزيون المصري القناة الأولى، عندها اخت كبيره نيرفانا كانت برضه بتلعب كاراتيه، بس ما وافقتش الحظ يعني انها تستمر، واتجوزت من دكتور محمد ياسر استاذ جامعه عين شمس كليه هندسه. وعندي احمد بقى، كابتن احمد ده كان برضه بطل العالم في الكاراتيه وحبيب دكتور محمد حسن ومراد عاصم قوي، بس دخل خد كريم تاني ما ينفعش يكمل في الكاراتيه، هو طلع ان شاء الله طيار في مصر للطيارات. طيب خليني عايزه اروح لحضرتك دلوقتي، يعني كانت القرارات ان هو مثلا يسيب الكاراتيه كانت بارادته، طيب هل احنا جيانا دلوقتي بنتكلم الموضوع يعني وفقا لارادتها؟ يعني ما اعتقدش ان اي حد هيبقى عايز او هيقبل ان جيانا ما تكملش وما تحصدش المزيد والمزيد من البطولات والميداليات. خليني اعرف برضو وجهه نظر حضرتك في هذا الموضوع. بص سعادتك، الحمد لله ربنا انعم عليا في جيانا يعني انها تعرف تاخد قرار. فحتى في الثانويه العامه كان بطوله البحر الابيض المتوسط، ويعني ميعاد البطوله اخر يوم في الامتحان، فانا والدتي قالت لا خلاص وكده كفايه وبتاع وكلام زي كده، قالت لي بابا انا عايز اكمل، واستندتها في البيت طبعا. قلت لها انا انت اللي خدت القرار عشان ما تقوليش انا ما جبتش مجموع كويس في الثانويه العامه، قالت لا انا هموت نفسي في المدرسه وفي التمرين
وانا حاسه ان انا مستقبلي كويس في الكاراتيه وبتاع كده، خلاص ماشي. فطلعت فعلا وجابت ذهب، والحمد لله برضو بيضت وشي ودخلت كليه صيدله جامعه القاهره، جابت مجموع طيب الحمد لله. وقرار انها تقعد او يعني او تكمل انا مش حابه اخده يعني، انا بسيبها هي اللي تقرر. هايل ده، هي بيضت وشنا كلنا يا فندم، مش الكلام ده لا ينطبق على حضراتكم بس، يعني بيضت وش مصر والعالم العربي كله الحقيقه.